برنامج الليلادي مع الإعلامي الجميل تامر أمين. تامر، أسألك سؤال. لما بتبقى مثلا متكلم على حد أو منتقده وترجع تقابله، بيبقى إحساسك إيه من جوه؟ تتوتر ولا عادي ولا؟ لا، بيبقى فيه مش توتر، بيبقى فيه نوع من أنواع التحسب. ببقى مش عارف رد فعله هيبقى عامل إزاي، وأنا طول الوقت بقول، وخصوصا قبل ما أنتقد أي شخصية، بقول يا جماعة أنا بنتقد الفعل مش الفاعل، بنتقد الأكشن مش الشخص. فأرجو أن الناس اللي تسمع انتقادي ليها تبقى عارفة أن مفيش خلاف شخصي، مفيش شيء بيني وبينه، بالعكس ده أنا دوري الانتقاد، والمفروض أنه يفرح بانتقادي ده، عشان يعني زي ما بتقال كده، يا فرحتي باللي بيهدي إلي عيوبي، مش اللي بيقعد يسقف لي طول الوقت. في ناس بتفهم الكلام ده وفي ناس بتفهموش، ففي ناس لما بيقابلوني بيحسسوني أن أنا عدوهم للأسف، وفي ناس الحقيقة أما يقولوا لي أنا زعلان منك ونقعد نتكلم، وفي حد بياخدني بالحضن ويقول لي على فكره انا مش زعلان منك، انت محترم وانتقادك كان موضوعي عادي جدا. فانا ببقى متحسب لدرجه استعداد كل واحد شويه لتقبل الانتقاد. عندك يعني عندك رد، يا هيناقش يا هيزعل يا اما هيبقى عادي. بصي انا بسيبك انت الاكشن الاولاني عندك، يعني انا انتقدتك وقابلتك بستنى ثانيه واشوف هتعملي ايه. وممكن لو حد انت مش طايقه خالص بقى، يعني كموقف خلاص مش طايقه، هتصدقيني لو قلت لك مفيش حد مش طايقه؟ ما عنديش حاجه شخصيه. حتى اللي بيخطئ خطأ كبير ما عنديش مشكلة معاه. عندي مشكلة ان حد يكابر او ان حد يتجاوز ويشتم، طبعا ده مرفوض تماما. طب ايه رأيك انا هجرب كده موضوع، اشوفك لما تشوف حد انت انتقدته في حاجة، هشوف ايه الوضع وايه اللي هيحصل بينكو. عندك استعداد في الموضوع ده؟ انا عارف انه شكله كمين محترم، مش بس كمين والله. بس ده هيخلينا ان احنا ننتقل هناك، نروح هناك شوية ونبتدي نقدم ضيفتنا. ضيفتي اللي هقدمها دلوقتي تحطها في كرسي اللقاء او الاعتراف تقول على طول اللي في قلبها، ما ترضاش الا بالنجاح، بطيبه القلب مشهوره وبالصراحه معروفه الحقيقه، التتر دايما من اكبر همومها. ضيفتي اللي هتيجي معانا دلوقتي سمراء الدراما المصريه، مين رايك افندم؟ سمراء الدراما المصريه، مين رايك؟ دي حد واخد تان، لازم حد واخد تان. ضيفتي هي النجمه رانيا يوسف. تفضل. ايه يا رانيا، ها ايه رايك في ضيفنا اللي معانا النهارده؟ زميل عزيز طبعا، زمان يعني. انت متوقع ايه بقى؟ كنت شويه بتتكلم متوقع يكون فيه. بيني وبينك كنت متوقع، لا دي مفاجاه ساره. طب حلو، دي مفاجاه ساره جدا، كنت متوقع بصراحه مفاجاه ما تسرش خالص. مين ممكن يكون المفاجاه اللي ما تسرش بالنسبه لك؟ انا ما تعودتش ابكش يعني. كنت متخيل ان انت ممكن تكوني مستضيفه رقاصه يعني. بصراحة هي دي المفاجأة اللي ما تسرش بالنسبة لي. رانيا ممكن تعملي دور رقاصة في فيلم قريب أو مسلسل؟ على حسب، على حسب، بس ممكن عادي تعمليه. طبعًا. أنت اعتراضك على الرقاصة عمومًا ولا على الرقاصة بنفسها؟ يعني افرض مثلًا رانيا عملت دور رقاصة في مسلسل، ده يزعجك منها يضايقك؟ لا، ما يزعجنيش من رانيا، لأنها ساعتها بتتقمص دور حاجة موجودة في المجتمع. لكن يزعجني منها لو بقت دي مهنتها. دي ساعتها نزعل من بعض جامد. انا عايزه اقول بس ايه، افهم احنا ليه جمعناهم مع بعض في السيجمنت دي، لان رانيا معروف ان هي كان ليها تصريح ناري رهيب جدا الفتره اللي فاتت، هنشوفه في الفيديو عشان نفتكره سوا. كده بلاقي الرجاله مش حالقين دقنهم، مش مهتمين بشعرهم، مش مهتمين ان يحطوا بيرفيوم، يعني مش مهتمين بلبسهم. تحين مثلا انا بروح مثلا بلد زي بيروت، بلاقي انه عسكري المرور واقف بيشف ويرس كده، ريحته حلوه وشكله يعني متوضب كده. طبعا التصريح ده كان عمل ضجه فتره كبيره في مصر كده. بس ما كانش تصريح، اللطيف كان لقاء يعني دردشه بس. الدردشه كانت جامده قوي. والاستاذ الاستاذ معانا اللي زور. انا اللي استغربته
انه انا توقعت ان اول ما يتقال تصريح هو يعلق على طول، لانه ما شاء الله على طول حاضر، بس هو ما ذكر يعني ما ذكرش حاجه. انت ما انتقدتش ليه وقتها رانيا في برنامجك؟ علشان اولا يعني انت علقت لما شفت الفيديو في برنامج تاني. هنتكلم بصي اولا لان انا رايي من رايها في النص الاولاني. انا كنت عامل حملة مظبوط. كنت عامل حملة في فكرة ان احنا الشعب المصري يستحق انه يكون شكله ومظهره اكثر بريقا وهنداما ورقيا، لان احنا شعب محترم وحضاري واصيل. الفقر والغنى ملوش علاقة بالنظافة. صحيح. فانا كنت عامل الحملة دي. انا اللي زعلني من رانيا، وانا عارف ان مش قصدها، ان هي بس حطت مقارنه. المقارنه دي دايما بتعمل مشكله عند الشعوب. لما بنقول انت شوفي قال ايه. لا ما شفتش. طيب تعالي نشوف عشان نكمل الكلام. تعالي تهدي النفوس. انا لا بس انا اعتبر اصحابي يعني فاهمه قصده فاهمه. نشوف قال ايه. لازم تراجعي كلامك، وهو ده الفرق. لما انا مذيع مصري واكلم المصريين واقول لهم تعالوا يا جماعه نبقى هندامنا كويس ومظهرنا كويس ونهتم بنظافتنا ونهتم بشكلنا، ده كلام بيننا وبين بعض. هنا ما ينفعش ادخل مقارنه بين شعوب. هنا بقى انا بخش في الاهانه. ما ينفعش اقول الراجل اللبناني الطف من الراجل المصري، الراجل اللبناني الطف من الراجل المصري. شفت الفيديو؟ انا شايفه ان احنا مش مختلفين. يعني احنا مش مختلفين خالص. يمكن اللي خلاني عملت المقارنه ان انا غيرانه على شعبي، يعني غيرانه انه ليه احنا مش كده او ليه احنا ما بقيناش كده. طيب عايزه اسالك بقى حاجه. اكيد بتتابعي تامر امين. طب اكيد اكتر حاجه بتستفزك في تامر امين ايه صراحه كده؟ خلينا صريحين. يلا في حاجه بتستفزك فيه؟ في موضوع قاله كده وكنت حاسه انه لا ما كانش المفروض يقوله؟ لا ما افتكرش حاجه دلوقتي. موافقه على كل حاجه؟ لا مش موافقه كده على كل حاجه، بس انا دلوقتي مش حاضرني حاجه معينه يعني. شكلها في مجلس اداره. لا والله ابدا انا دلوقتي مش فاكره حاجه. مش فاكره له حاجه. خلي بالك ان انا برضو مش بتابع، انا مش بتابع شغلي، لانه انا مش قاعده طول الوقت في البيت. يعني انا نفسي مش بتفرج على شغلي، فاهم قصدي؟ مش طول الوقت قاعده مركزه. مش متابعه كل المواضيع. خلاص اروى قالت لك مفيش حاجه بتستفزني في تامر. طيب شوف بقى وقفي عند النقطه. مش بالعافيه. طب رايكم نلعب لعبه كده؟ لعبه الرد باغنيه. انت هتغني بقى. تخيل بقى. على فكره انت اللي خسرانه، انت وهم. لا 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 انا مش خسرانه، انا دايما كسبانه مع ضيوفي دايما. لعبه الرد باغنيه. اول سؤال، ممكن تقول ايه اغنيه باغنيه لشخص انت بتحبه قوي؟ لشخص انا بحبه قوي. اهواك. بتحبه قوي تقول له اهواك. يلا نسمع بقى. نعم حته من الاغنيه يا جماعه. حته صغيره، مش هطلب منك الموضوع كامل يعني. حته صغيره لازم. لا لا ما تعملش. ما فيش طبقه ولا طبقه ولا نوته ولا الهوا الابيض. انت لو عندك الترومبيت بس هو ده اللي محتاجينه. اهواك واتمنى لو انساك وانسى حلوه. طيب سؤال لرانيا بقى دلوقتي. بتقولي ايه لشاب كده حليوه حاولي عكسك؟ حاولي عكسني؟ بعكسك بقى، شاب حليوه كده حاولي عكسك، بتقولي له ايه؟ اذا مش شتمتوش يعني. حسب المعاكسه. لا سيبينا مش شتيمه، نقول اغنيه. اغنيه تقولي ممكن ايه؟ قوم اقف وانت بتكلمني مثلا. ايوه كده. يلا قول. شوفي قوم اقف وانت بتكلمني. قوم اقف وانت بتكلمني. قوم اقف وانت بتكلمني. ده ايه البايخ اللي بيعكس وهو قاعد ده؟ طيب سؤال مره ثانيه للاستاذ تامر امين. لما بتزعل لو مثلا حبيب حبيبتك زوجتك حد بتعزه قوي أنسة وتشتاق لها وتزعل منك، ممكن تغني لها ايه؟ زعلانة منك وانت مشتاق لها قوي، هتغني لها ايه؟ ايوه ده مسكت. يلا بس هيزعل مني قوي قوي الجسم يعني. لا 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 قول حبيبنا.
وبحبك وحشتيني، بحبك وانتي نور عيني، لو انتي بتطلع عيني بحبك. ايوه انا عايزك تعملي كده بسرعه. اول ما تعمل انا ما بقولش نتغير. بتلحقنا على طول، بتلحقنا. رانيا ها بتقولي ايه؟ لو انت نفسك حبيبك، وانت بتقولي بقى يعني بتقولي حبيبك عايزاه يدلعك قدام الناس، تقولي له ايه؟ يا دلع يا دلع دلع بدل حلو يدلع، يا دلع يا دلع دلع بدل يدلع روح. اكيد شغل كده. بسرعه بسرعه. قلبي فيك دلع يا دلع يا دلع. انت عارفه انا لو كنت عايزه اغيظه كنت خليتك تقومي ترقصي. خدي بالك، هي الاداء احلى من الغنى، يعني لازم تشوفي الاداء اللي بتعمله. ايه تاني؟ لما بتقف قدام المرايه، ايه الاغنيه اللي ممكن تغنيها لنفسك؟ بكل تواضع يعني. ممكن انا اقترح عليك اغنيه؟ انت عايزه يا هارو اقترح عليك اغنيه، ايه رايك؟ اقترحي. كل البنات بتحبك، كل البنات لما اقف قدام المرايه. ايوه يا 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 واد يا تقيل، يا 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 بتجنني، يا بتجنني. يلا عايزه اسمعها منه، هيقول نفسه اسمعها منك. هتقول ايه؟ لما اقف قدام المرايه هقول لي بص روحي فجاه لقيت. اعوذ بالله. كل مره اشوفك فيها ابقى نفسي اجيلك اقول لك يعني جمعناكم مع بعض بعد ما حصل كلام ملغط الاثنين. ممكن يعني بعد اللقاء ده ممكن بقى تنتقد رانيا في اي حاجه تعملها تخلي بالها يعني؟ بصي انا طول الوقت ما عنديش طبعا خلافات شخصيه طبعا. ورانيا باعتبارها شخصيه عامه، دوري كاعلامي لو شفتها بتغلط طبعا في حياتها الشخصيه ماليش علاقه، بس دورها في الفن في التلفزيون في السينما في حتى على مستوى التصريحات الصحفيه، لو شفت انها اخطات من واجبي ان انا انتقدها بادب من غير تجاوز، وعلى فكره ومن واجبها انها ما تزعلش مني. طبعا صح صح, صح. طالما ما فيهوش تجريح النقد بيبقى مع ان انت نسبه ان ما فيهوش تجريح دي بتبقى قليله بالنسبه لك. والله ربنا يقدرنا على فعل الخير. ايوه بالظبط كده. استاذ تامر امين شرفتنا ونورتنا بصراحتك المعهودة وآرائك اللي معروفة يعني ما بتأثرش بحد أبدا. شكرا ليك جدا، تحية كبيرة من الأستاذ تامر أمين اللي هيودعنا دلوقتي. هتودعنا بأغنية؟ أودعكم بإيه؟ أغنية بقى. ودعنا بأغنية. مع السلامة مع السلامة. تحية كبيرة للأستاذ الكبير.